يلي اليوم بالسلطة ويلي اليوم عنده يمكن 99% أو 90% من مجلس النواب هو هذا الكارتيل السياسي. الكارتيل السياسي يلي وصلنا إلى المحل يلي وصلنا له. هالكارتيل السياسي مقسم لشقفتين، في يلي موجودين بالحكومة اليوم ويلي موجودين خارج الحكومة. رح بلش أول شيء بالحكومة، أنه هناك وصاية سياسية عليها من قبل جزء من هالكارتيل السياسي يلي هن ممثلين بهذه الحكومة وأعلنوا هذا الشيء، وبالتالي أسقطوا صفة الاستقلالية عن الحكومة بمجرد أنه أعلنوا أنه عندهم وزراء جوا وهددوا باستقالة هول الوزراء، وبعضهم عم بيفاوضوا بين بعضهم على التعيينات وبيفاوضوا مع بعضهم على القرارات. وهذا دليل أنه قرار الحكومة منه بالحكومة، قرار الحكومة هو خارج الحكومة. فأول مشكلة بهالحكومة هي تبعيتها لهذا الكارتيل السياسي. المشكلة الثانية أنه هل الفريق السياسي يلي بالحكومة مسيطر عليه فريق يلي هو حزب الله، بالتالي وصاية حزب الله على هذه الحكومة كمان بيفقد هذه الحكومة استقلاليتها وقدرتها أنه تقوم بيلي لازم ينعمل كرمالتها ننقذ لبنان من الواقع اللي هو فيه، بدءا بالعلاقات الدولية وبدءا بالدعم الدولي والعربي. نحن عنا مشكلة ثقة كتير كبيرة مع هيدي الحكومة مع هيدي السلطة، وبفتكر مشكلة الثقة هي أساسية. ما فينا نحن اليوم نعمل نظهر من الكارثة اللي نحن فيها إذا ما في ثقة دولية بهيدي السلطة وما في ثقة داخلية بهيدي السلطة. الشق الثاني من الكارتيل، الشق الثاني من الكارتيل يلي منه موجود بالسلطة اليوم، عم نسمع كتير تبادل تهم، مؤتمرات صحفية، كل يوم عنا مؤتمر صحفي. عم بيقولوا في فساد بالكهرباء، مزبوط معهم حق. عم بيقولوا في فساد بالفيول، مزبوط معهم حق. عم بيقولوا في فساد بالقضاء، مزبوط معهم حق. عم بيقولوا في فساد بالمرفأ، مزبوط معهم حق. في فساد بالمطار، بأجيره، بالاتصالات، بالنافعة، مزبوط معهم حق. عم بيقولوا الحدود فلتانة، مزبوط معهم حق. السؤال الأكبر، هلأ اكتشفتون هون؟ وقتا كنتوا قاعدين كلكم مع بعضهم كان كل شيء تمام، كان بلد بألف خير، ما كانوا كلهم هون؟ وين كانوا كلهم هون؟ وقتا نحن كنا عم نفتح ملف البواخر، قاعدين كلكم بالحكومة صف واحد، وقتا أنا فضحت قصة البواخر، طلع دوت الرئيس حريري سألكم حدا سامع بهذه الفضيحة؟ ولا واحد منكم قدر يفتح تمه. وين كنتوا؟ كيف بيصفوا حساباتهم مع بعضهم؟ بس هذا الفضل كله للثورة، فضل كله للثورة أنه حطتكم بوضع إرباك. وأنا مبسوط أنه كملوا، بليز كملوا، تفضلوا، يلا كل يوم مؤتمر صحيح، هيك منكمل ملفاتنا عن كل واحد لأنه كله بيفضح كله. وقتا كنا عم نقدم طعون مجلس بمجلس الدستوري من وراء كل هول اللي عم تحكوا عنهم، وين كنتوا؟ ليه ما مضيتوا معنا؟ وقتا قدمنا لجان تحقيق نيابية بالمجلس كنتوا عم تستهتروا أنه ليكوا هول عايشين بغير دني، نحن اللي منفهم سياسة منركب طرابيش ومنكذب على الناس أحسن ومنظبط أوضاعنا أحسن. بدي أتوجه للشعب اللبناني تقول له هيدا الكارتيل حطتنا بعلبة مسكرة. بدي أتوجه لكل اللبنانيين تقول لهم أنه إذا ما كسرنا هالعلبة وظهرنا منها كل الباقي ما له عازي. بدنا نكسر هالعلبة، بدنا نظهر بقى، بدنا نشوف ضوء، بدنا نشوف مستقبل أفضل. في طريقة واحدة تنكسر هالعلبة، ما في غيرها، هي أنه نغير هيدي السلطة بانتخابات نيابية مبكرة، ما في غير طريقة. بدنا انتخابات، بدنا نكسر هالعلبة، نفرز طبقة سياسية جديدة بالكامل، نحرر لبنان من وصاية الكارتيل ومن وصاية حزب الله عليه. القدرة موجودة، بس يتركوا هالشعب اللبناني يظهر من بيته
ويسقطهم كلهم بصندوق الاقتراع، بس ما بدنا منهم شيء تاني.